على غرار الأنشطة التي تقوم بها جمعية الصدقة المغربية للمعاقين، استضافت مدرسة حليمة السعدية التابعة لعمالة بنمسيك سيدي عثمان قافلة طبية نظمتها بشراكة مع مندوبية الصحة. هدفها الإنساني زرع الأمل في نفوس أرواح طيبة لم يكن لهم خيار فتح أعينهم في هذا العالم بمرض التوحد. كيستافدوا من الأنشطة التربوية بطبيعة الحال اللي من حق أي طفل، تعلمات الأكاديمية، المهارات الحياة اليومية، بحكم أنهم عندهم صعوبات باش أنهم يكونوا أوتونومي، يعني يقدروا يساعدوا ذاتهم، كيتعلموا مهارات التواصل، مهارات المخالطة الاجتماعية. يعني خاصوا واحد الاهتمام خاص، واحد أسلوب خاص، واحد المنهج خاص وبرنامج خاص اللي كتلبسوا على داك الوليد باش هو يتطور ويتنمى المهارات ديالو. الا ما اعتبرناش الخاصيه ديالو راه فعلا لا يتطور. من حنا كنهتموا بالاحتياجات الخاصه ديالو والمهارات الخاصه ديالو فعلا يتطور، اكيد يتطور. القافله التي جاءت ضمن برنامج التربيه الدامجه شملت الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه لمساعدتهم على الادراك والتواصل بحضور اخصائيين نفسيين واجتماعيين اضافه الى اخصائي نطق لتحسين حالتهم وقدراتهم على التواصل. حنا كنديروا اولا بالنسبه للعلاجات كنحاولوا ما امكن اننا نديروا واحد اختبارات نفسيه، وهذه الاختبارات النفسيه منها اختبارات يعني كتدخل في اطار التعلم، منها لي كولور لي فورم، وكذلك كاين واحد تيست دو غشاش اللي هو كنشوفوا لا بيرسوناليتي ديال كل واحد. الوغ واحد تيست سي نورمال تيكون واحد التحسن، يعني كنحاولوا ما امكن ان نديروا واحد فيش دو ليزون باش ناخذوا لي ريبونس مع لي ميدسان باغ اكزومبل بحال لي بيدو بسيكياتر ام سيكوموتريسيتي ام سيكوموتريسيا اي لورتوفونيس باش يكون ان جروب ميديكال بور هاد لي كادو باش يتم ان بون دياغنوستيك التحسن ديالهم.